بفضل جهود رئيس الجمهورية إدريس دوبي إتنو وبجانبه فتشاهدون عبر شاشاتكم مساء رئيس أن تكرار الأعياد السنة مرتين فيها حكم وعبر ودروس وفوائد للأمة علمناها أو لم نعلمها، وبناء عليه إن إخوانك وآبائك جاءوا بمناسبة عيد الأضحى المبارك ليقدم لك التهنئة لك أنت شخصيا ولأسرتك ولحكومتك وأبرك لشعبك البطل شعب التشادي. فخامة الرئيس، أنت جئت في هذه البلد ووجدتها مقطعة ملمبية زي القرعة التي وقعت وانكسرت، لكن بتوفيق من رب العزة والجلال استطعت أن ترممها إلى أن سيرتها دولة النظام، دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة التخصصات. وهذا أمر صعب، ولكن بتوفيق من الله قد عملت ذلك. دولة التخصصات، بناء على ذلك قسمت بحكمك المسؤول الأول والأخير من هذه الأمة بعد رب العزة والجلال، وقسمت المسؤوليات لشعبك، قسمت المسؤوليات. من ضمن المسؤوليات أوكلت مسؤولية الدين والتدين الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا، ونفتخر ونتفاخر ونعتز به منذ 10 قرون. أوكلت لأخوانك، قلت لهم تحملوا مسؤوليتكم. إذن المسؤولية مسؤوليتك، لكن كلفت بها العلماء. إذا قصروا يعتبروا مساءلين أمام الله وأمامك. ولذلك بناء على هذا أخ الرئيس، حقيقة في العيد الماضي قلنا لك ما في مشاكل، ولكن الآن في شغل قلاش صغيرة، إن لم تعالج ستكون كبيرة، والوطن والمواطنين سيدفعون ثمنها. هو شنو؟ الشيء الأول، الآن هناك ثورة المساجد كما ذكر، ثورة المساجد هي لا تسمى مساجد، هي صورة أسرة مساجد، لكن هي عششة عش وغابة يتخرج منها ما ابتلي به العالم الإسلامي اليوم. أخي الرئيس، من المؤسف في ظل دولة التخصصات بعض المسؤولين في الولايات شال القرنبوب حق الفقر ولبسه. تساءلنا لماذا؟ هل هذا من تخصصكم أم أنتم، ونكون بصراحة نحن التشادين من العارف مع بعضنا، أم أنتم منتميين لتلك المدرسة وصرتم منحازين واستغليتم المكان والمكانة، وهذا وطنيا ما بجوز. إذن نحن نعانو، نتحمل مسؤوليتنا أمامك وأمام الله وأمام الشعب سلبا وإيجابا في مسؤولية الدين، لكن أصبحنا مكتوفين، أصبحنا من بعض الإداريين
في هذه البلد أعاقل عمل، بدل هم يساعدوننا، وأنا أقول البعض 1%، بدل يساعدوننا في هذا العمل بل هم صاروا يحموا، بل يكونوا ظهير ويكونوا معين لهذه العششة ولهذه القششة التي يخرج منها هذا الأمر. كلمة أخيرة أخي الرئيس، كل العالم أعلن الحرب ضد التطرف والمتطرفين، أعلن قطع الشرايين المغذية، هذا السرطان الذي انتشر في جسم البشرية ليس المسلمة بل في كل العالم. هؤلاء المتطرفين معروفين للجميع، إذن فخامة الرئيس نحن ننفذ أوامرك، قلت لنا أضبطوها، ما تخلوا هؤلاء أصحاب الأجندة الخفية، أصحاب المشاريع الخفية الموهومين بقيام دولة إسلامية، كان قلت لنا نضبطوها، نضبطوها ولن ولم ولا يحصل شيء في تشاد، وتشاد تكون نموذج. وإذا بتطلب لابد هؤلاء المسؤولين الذين استغلوا مكانتهم ووظائفهم خليهم يمسكوا يدهم مننا، وإلا ما نستطيع أن نتأحد أمامك نيابة عن أخواني ونقول لك أن تشاد 5 داس أهل مشاريع دخلوا في تشاد، والوهدين شدوا حميرهم بيشوفوا كان في فجوة كل جايين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل شيء يخص الدين أن نعرفه في كل القارات، إلا كان مقصرين أو خونة، إما تقصير مننا أو نحن خاينين، وإلا من نعرفه. ولذلك ختاما باسم إخوانك نقول لك، بلدك لغاية الآن ما عندنا أي مشكلة إلا مشكلتين، مشكلة انتشار مساجد، والله نستغرب ونكتفي بمثل واحد لابد منه، ما أنا بالأمس رجل أجنبي جاب زوجته يشترى أراضي في جنبنا ويبني فيها مساجد، ماذا يعملون بها؟ ماذا يعملون؟ وهكذا في كل جهة ثورة المساجد، الهدف شنو؟ أننا منعرف الهدف، تكسير المساجد وتكسير الأتباع للمخطط المستقبلي. إذن الآن بهذه المناسبة أنا أطمنك 100% أن تشاد ما زال في أمن وأمان من الناحية الدينية، إلا في خلال 2 شهر ده ما عارفين شنو الحاصل، معنى بعض الكوادر شنو الحاصل بتدخلوا، نطلب التعاون ما بتعاونوا معنا، وشال القرنبوب حقنا ولسه ماله. إذن أخي الرئيس، زي ما قال الخطيب أنك من نعمة الله عليك، وأشكر الله وأحمد الله، البلد من حالتها الرديئة رغم كثرة الأعداء السريين والعلنيين سواء كان من الداخل أو من الخارج، السفينة ماشية والكلاب تنبح. الله يحفظك والله يسترك تقود هذه البلد، ولكن الفقر والعلم معك، أنين دول وقوفنا معك ما وقوف مصلحة زي بعض السياسيين، إن ملات بطنه ضحك وفرح لك، وإن جاع غضب ومشى لولاوي، لكن أننا لا منقول الوقوف معك مبدأ أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من باب العبادة. وشكرا ألف شكر يا فخامة الرئيس. Conseil supérieur des affaires islamiques, mes frères chiouk ulama, membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, je voudrais d'entrée de jeu
Vous exprimez toute ma gratitude pour le vœu de paix, de santé et de bonheur que vous avez formulé à mon endroit, à l'endroit de ma famille, ainsi qu'au gouvernement et toute la nation. Je voudrais en retour vous souhaiter le même vœu, le meilleur. Puisse le bon Dieu nous comble, nous combler de sa grande miséricorde, de sa grâce infinie, et de ses riches bénédictions, et de sa félicité éternelle. فضيلة السيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الساده أعضاء المجلس والعلماء والأئمة الأفاضل، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أعرب لكم عن الشكر والامتنان لتهاني السلام والصحة والسعادة التي قدمتموها لشخصية المتواضعة ولأسرتي وللحكومة وللأمة الشادية بأكملها. وفي المقابل أود أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب التمنيات والتبريكات، داعيا المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى أسركم الكريمة بوافر الصحة والسعادة والرحمة والبركة. Messieurs frères ulama, lors de notre dernière rencontre ici, à l'occasion des présentations de vœux pour la fin du mois de Ramadan, j'ai attiré votre attention, commune, sur les querelles de doctrine qui commençaient à prendre de l'importance dans l'espace public. أيها الإخوة العلماء الأعزاء، أثناء مراسم تهاني عيد الفطر المبارك، قد لفت هنا انتباهنا المشترك حول النزاعات العقائدية التي بدأت تأخذ منعطفا هاما في الفضاء العام، وأكرر اليوم بنفس القوة والإصرار هذا الشغل الشاغل. Ce matin dans la presse que l'imam de la grande mosquée avait fait a touché trois points essentiels. La question, bien sûr, économique et financière, situation que nous vivons, et la situation qui est prévisible et que nous avions déjà évoquée en son temps, mettrait en mal la communauté musulmane, en fait, en particulier. اليوم في هذا الصباح في خطبة الإمام في صلاة العيد لقد ركز في نقاط ثلاثة أساسية، ألا وهي أولا الحالة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا تشاد، وثانيا الوضع الذي كنا نتوقعه ألا وهو الذي يوم في يوم ما سيؤدي إلى أرقلة وزعزعة وضرر في بلادنا. Dieu merci. Nous avons pu au fil du temps, arriver à faire en sorte que les religions monothéistes, musulmans comme catholiques ou protestants, d'être arrivés aujourd'hui à un stade, en fait, disons, de fraternité que vous avez cultivé et vous vivez en paix. C'est un gain extrêmement important que d'autres contrées, d'autres pays le cherchent, mais n'ont pas trouvé. Je vous demanderai donc de continuer à cultiver la fraternité, le vivre ensemble avec toutes les religions monothéistes. Alhamdulillah, bi fadlillah azza wa jalla, laqad kunna mutawaqqana wa nahnu fi hadha adh-dharf qad tawaqqana anna ladaykum al-maqdira. Allah subhanahu wa ta'ala sa'adakum fi hadha al-haz anna kull ad-diyanat المسؤولين الدينين المسلمين والكاثوليك والبروتستان قد اجتمعوا وتحاوروا ما بينهم وأصبحوا أخوة في أخوة ما بينهم، وهذا الأمر وحيد من نوعه، فريد من نوعه الموجز نموذج وفريد من نوعه. كل الدول الآن تبحث أن تجتاز هذا الطريق وتجتاز هذه المهمة التي أوكلتم بها وقمتم بها من أجل الاستقرار والسلام والتعايش السلمي والأخوة بين الديانات في تشاد. La crise économique et financière n'est pas propre au Tchad. La crise économique est
financière en fait, disons, c'est un phénomène mondial. Et donc ce n'est pas simplement propre au Tchad, mais nous en subissons les conséquences. Le gouvernement a fait des efforts extrêmement importants. Je crois que nous sommes vers la sortie de la du tunnel. Grâce à Dieu, nous sortirons de cette situation-là au courant de 2017. فالسيد الرئيس يقول إن الأزمة الاقتصادية والمالية ليست أمر فقط في تشاد فقط، لكن إنه ظاهرة عالمية وكل العالم يعيشها. لكن إن الحكومة قد بذلت كل الجهود، والسيد الرئيس يقول إن شاء الله بإذن الله بفضل الله سنخرج من هذه الأزمة في 2017 إن شاء الله. Mais la préoccupation la plus importante, et c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est ce qui a été évoqué ce matin par l'imam de la grande mosquée dans la presse de la prière. لكن الشغل الشاغل المهم جدا هو الأمر الذي طرحتموه الآن والذي تحدث عنه أيضا الإمام هذا الصباح في الصلاة. Certes, le Tchad est un pays laïque. فعلا أن التشاد هي دولة إلمانية. Les musulmans ont leur place. Les chrétiens ont leur place, donc les protestants, les catholiques ont leur place aussi. Les musulmans ont leur place, et les messieurs, les protestants et les catholiques ont aussi leur place dans le Tchad. Le Tchad est laïque, mais c'est une république indivisible. Le Tchad est une république ilmanie, effectivement, mais c'est une république wahida et la tatajazza. Si en 1991, un an simplement après notre arrivée au pouvoir, nous avons mis en place le Conseil supérieur des affaires islamiques, c'est justement pour éviter qu'il y ait des brebis galeuses ou qu'il y ait des agendas extérieurs qui viennent mettre le feu dans la maison. Il y a quand même en 1991, sana wahada fakat ba'd wusulna fi zimam as-sulta qad kawanna wa assasna al-majlis al-a'la للشؤون الإسلامية، فهو من أجل تفادي كل هؤلاء المصائب، من أجل تفادي هؤلاء القلاب الضالة والذين لديهم أجندة خارجية حتى لا يأتون ويزعزعون استقرار بلادنا. Et je répète ici de la manière la plus claire possible. وأكرر هنا بصورة واضحة. Il est de votre responsabilité. C'est ma responsabilité, mais je vous délègue à vous. إنه من مسؤوليتكم، لكنها أولا هي مسؤوليتي أنا شخصيا، لكن وكلفتكم بهذه المسؤولية. Il ne peut y avoir une troisième roue qui viendra en fait disons mettre le feu au Tchad. ليس هناك لن نقبل أن عجلة ثالثة تأتي أن تشعل النار في تشاد مرة ثانية. Il faut que ça soit clair une fois pour de bon. على ذلك أن يكون واضحا لأول وآخر. Aucune mosquée ne doit être construite ici dans notre pays sans votre autorisation. لا يجوز لإنشاء أو بناء أي مسجد هنا في بلادنا دون الإذن أو التصريح. Même si c'est un mètre carré. حتى ولو كان واحد متر مثلث مربع. Aucune école, c'est ce qu'on appelle madrasa ou bien qu'on appelle halwa, ne peut être créée et fonctionner sans votre accord. ولا أي مدرسة ولا خلوة تنشأ أو تؤسس بدون الإذن أو التصريح منكم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. Vous ne partez pas chercher de l'argent ailleurs. أنتم لا تغادرون بلادكم حتى تأتون إلى البلاد الأخرى من أجل كسب المال أو الأموال. Nous connaissons ceux-là en fait disons qui viennent en fait avec des ressources extérieures. ونحن نعرف تماماً هؤلاء الذين يأتون بأموال وبميزانيات ضخمة وهائلة من الخارج. Avec des idéologies destructrices. بأفكار وإيديولوجيات مدمرة لبلادنا. En 2007. 2007. Nous avons suivi la montée de l'intégrisme au Nigeria. لقد تعبنا عن كسب التطورات التطور التعصب الديني في نيجيريا. Mais vous l'avez connu aussi ici au Tchad à l'intérieur même à Kuno. وأنتم قد عرفتم هذا الأمر أيضا هنا في تشاد في مسألة كونو. Le Tchad ne permettra pas à qui que ce soit de venir perturber la paix et la stabilité
en particulier dans le domaine religieux. Tchad lan walam walan tasmah li ay shakhs ma min ay makan ata an yati min ajli khalq al fitan wa zaza bi sura an tariq al din fi biladna Tchad. Aucune structure de l'état, gouvernement ou système décentralisé, gouverneur, préfet et autres, ne peut vous empêcher de faire votre travail et ne peut vous donner des instructions en dehors de moi. Voilà, voilà, voilà. يجب على أي واحد من كل النظم والمؤسسات الحكومية ابتداء من الحكومة والحكام الولايات والمحافظين والولاة المحليين لا يجب عليهم أن يمنعوكم من عملكم ومن سير عملكم وليس لهم الصلاحية أن يوجهوا لكم أوامر كل أوامركم ستأتي من عندي أنا. Je répète en des termes très clairs pour que les uns et les autres comprennent. وأكرر بصورة واضحة حتى الجميع يعلم. Qu'il n'y a aucune place pour une quelconque forme de prosélytisme religieux au Tchad et ce principe sacré doit être présent dans tous nos esprits et dans les esprits de tous les acteurs. وفي هذا الصدد أكرر وأكرر وأركز أن ليس هناك أي مكان لأي شكل من الدعايات الدينية من أي شخص من أي شكل ما أن يأتي بها شخص أو تأتي بها مجموعة من أجل زعزعة الاستقرار وهذا قد يكون واضحا في كل أذهاننا وأذهان كل التشادين. Vous avez donc la responsabilité de faire en sorte que dans quelque région que ce soit un problème religieux n'apparaisse. Et cela est de votre responsabilité. Vous devrez aller l'éteindre. Avec l'aide de l'administration, bien sûr, avec l'aide aussi de tous ceux qui sont de bonne foi, qui veulent la paix, la stabilité dans notre pays. فلديكم المسؤولية التامة أن تقوموا بكل بقضاء على كل أمر على كل فتنة تظهر بهذا الخصوص. في أي منطقة ما في هذه البلاد في كل أنحاء أو ربوع البلاد ويجب عليكم أن تقوموا بهذا العمل بالمساعدة الإدارات المحلية ومساعدة كل المواطنين الحقيقيين التشادين الحقيقيين الذين لديهم وطنية ويحبون وطنهم بمساعدة هؤلاء حتى تستطيعون حل كل مشكلة ظهرت في الدينية ظهرت في البلاد. Tous les fidèles musulmans doivent se conformer à nos valeurs républicaines telles que je viens de le dire. كل المسلمين كل المؤمنين المسلمين يجب عليهم أن يتطابقوا أن يلتزموا بكل القيم قيم الجمهورية التي تقود بلدنا. Il y a une institution qui est mise en place, le Conseil supérieur des affaires islamiques. هنا وأكرر أن هناك مؤسسة هي ألا وهي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موجودة. Le conseil a aussi ses représentants au niveau de toutes les régions du pays. والمجلس لديه فروع في كل المناطق مناطق البلاد. Vous avez donc l'obligation de vous investir et vous avez aussi le devoir moral de faire en sorte que la construction de la paix et l'ancrage de savoir-vivre puisse être une réalité dans notre pays. Wa bi sifatkum qaqada dinin wa min huwa min wajibkum al-qiyam bil mas'uliyat al-kamila al-mas'uliyat al-akhlaqiyya wal wajib al-watani min ajli al-buna al-istiqrar was-salam wal-wifaq al-watani fi biladna. La paix que nous vivons aujourd'hui, la stabilité que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est votre contribution et la contribution des autres congrégations religieuses, les protestants, catholiques et vous-même. إن السلام والاستقرار والأمن التام الذي نعيشه الآن في بلادنا هو من صنعكم من صنع مساهمتكم أنتم المسلمين وإخوانكم من الأديانات الأخرى المسيحيين. Sachez que je compte sur vous, vous devriez continuer. Vous, avec vos autres frères de congrégation, d'autres congrégations religieuses, ce travail
de sensibilisation de la masse. وتأكدوا تمام. تأكدوا تمام أنني أعتمد إليكم. أعتمد فيكم. وأؤكد لكم هذا أنني أعتمد عليكم وإليكم ومع إخوانكم من أجل المسؤولين الديانات الأخرى لكي تغطوا هذا الأمر من أجل تهدئة البلاد من أجل السلام والاستقرار والأمن في البلاد. Moi je suis avec vous. إنني معكم ليلا ونهارا. Et je vous reconnais comme une institution qui a un rôle important à jouer. وإنني أعترف وأعرفكم تماما أنكم مؤسسة مهمة جدا ولها دور هام تلعبه في هذه البلاد. S'il y a d'autres personnalités du gouvernement ou de notre système décentralisé qui veulent nier cela, ce sera un affrontement pas avec vous, mais avec moi. إذا كان هناك أشخاص أو شخصيات من الحكومة أو شخصيات من الإدارات المحلية الإقليمية فليس الأمر هكذا إذا كان الأمر هكذا إنهم ليس يواجهونكم أنتم بل إنهم سيواجهونني أنا شخصيا. وهذا الكلام نقوله تماما واضحا حتى الجميع يعلم وكل واحد يسمع ما قلته. ما responsabilité de se préserver ce pays là de l'intégrisme de la violence du terrorisme religieux. إنه هو من مسؤوليتي. إنه من مسؤوليتي بصفتي كرئيس هذه الدولة. إنه هو من مسؤوليتي أن نقوم بالحفاظ، الحفاظ وتفادي هذا البلد من التطرف والتعصب الديني من الأنف وأيضا من التعصب وتشاد لن تصبح ولن تكون نيجيريا. Ils n'ont aucune possibilité, aucune possibilité, j'ai dit, cela pour venir perturber la paix et la stabilité et nos valeurs aussi républicaines. Donc, je pense que mes chers frères Oulema Chiouk, il faut avoir foi en vous-même, comme vous l'avez fait toujours, et continuer votre mission. Vous avez tout mon soutien. في هذا الصدد إخواني أعزاء العلماء أقول وأكرر أن هؤلاء الذين يريدون بأي طرق وأي سبل زعزعة تشاد عن طريق التطرف لن يستطيعون وليس لهم الإمكانيات أن يستطيعوا يزعزعوا أمن واستقرار تشاد وليس لهم الإمكانيات ولا القدرة أن يزعزعوا قيم جمهورية تشاد ولمرة ثانية أكرر لكم أنكم إخواني العلماء أنتم أناس مؤمنون ولديكم الإيمان القوي فاستمروا في العمل الذي تقومون به استمروا وأنا دائما معكم وندعمكم ونساعدكم في عملكم بإذن الله. Comme vous avez entendu vous-même la semaine dernière, le gouvernement tchadien a rompu ses relations diplomatiques avec Qatar. كما علمتم أنتم. Qui est un pays ami et frère. أن في الأسبوع السابق أن الحكومة التشادية قد قطعت علاقاتها مع دولة قطر التي كانت دولة صديقة. قطر voulait nous amener en fait disons vers la mise en mal de la paix et la stabilité dans notre pays. قطر تريد أن تقودنا في أمر يضع بلدنا تشاد في ضرر وإضرار وخطورة للأمن والاستقرار والسلام الذين يعيشون. Non seulement en soutenant des mercenaires. ليس فقط بمساندة ودعم. Mais aussi des terroristes. إنها تساعد وتدعم أيضا ليس فقط المرتزقة لكن أيضا الإرهابيون. Nous le savons très bien. Tout le monde le sait. Les grandes puissances le savent. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. C'est en fait la main de Qatar. Personne n'arrive à dire Qatar, vous êtes en train de faire ça. نحن نعلم هذا تماما وكل القوى العظمى الدول العظمى تعلم تماما ان الامر الذي يجري الان في الساحل من وراءه قطر وليس وما فيش اي واحد بفوق يتكلم يتحدث ان يقول قطر هي الاساس
هي وراء كل هذه المخاطر. Nous connaissons ces Tchadiens qui sont aussi qui séjournent régulièrement à Qatar. ونحن نعرف تماما هؤلاء التشاذين. Au nom de l'islam. الذين يقيمون في قطر باسم الإسلام. Ils doivent savoir que le Tchad est une république unie et fera face à tout ce qui veut remettre en cause la paix et la stabilité dans notre pays comme un seul homme. فيجب عليهم أن يفهموا تماما أن تشاد هي دولة واحدة وموحدة وتشاد مستعدة ليلا ونهارا أن تواجه كل الذين يريدون زعزعة استقرار تشاد ونحن مستعدون أن نقوم كرجل واحد لمواجهة كل من يعتدي لبلادنا. Terroriste ou mercenariat, c'est la logique aujourd'hui qui nourrit Qatar pour déstabiliser tous les pays au sud du Sahara, mais particulièrement votre pays, le Tchad. الإرهاب والمرتزق هذا هو المنطق الذي تقوم به قطر من أجل زعزعة كل الدول من تحت الساحل في المنطقة الساحلية وهذا الهدف والغرض التي تريده قطر اليوم من أجل زعزعة تشاد. Grâce à Dieu, بفضل الله عز وجل, grâce à la force de la nation tchadienne, وبفضل وقوة الأمة التشادية, tous ces mercenaires et tous ces terroristes vont échouer au Tchad. كل هؤلاء المرتزق والإرهابيون سيفشلون فشلا كبيرا في تشاد. N'ont pas leur place au Tchad. ليس لهم أي مكان في تشاد. وشكرا وأشكركم وكل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا بالجميع والبركة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا, نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا. اللهم نسألك أن تبعد عنا كل الفتن الظاهرة والباطنة رب العالمين. اللهم من أرادنا بخير فنسألك أن تجعل الخير على يديه, ومن أرادنا بسوء وشر فنسألك أن ترد السوء عليه يا أرحم الراحمين. بجاه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين, اللهم احفظ هذا البلد, اللهم احفظ هذا البلد, اللهم اعطه بعنايتك يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. Du Conseil supérieur des affaires islamiques, suivi les autres membres du Conseil. الكرام تابعتم عبر شاشاتكم الصغيرة مداخلة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر الذي قدم شرحا مفصلا للحياة والأوضاع الاجتماعية والدينية الراهنة بالبلاد, كما أنه طمأن رئيس الجمهورية.